دلوقتي أول ما الجمجمة تجيلي في الامتحان، أول سؤال ممكن يجيلي في الامتحان سؤال مصر، عضلة ماسكة في الإسكال. تعالوا نعد مع بعض العضلات. نمرة واحد، المكان اللي بيقعد فيه الآي ده اسمه أوربت. لو الأوربت اتعلم دايرة كاملة، دايرة كاملة حوالين الأوربت ديت الأوربيكيولاريس أوكيولاي مصل. أدي عضلة. طب افرض دوت الفك العلوي أهو، لو العلامة اتحطت في الميد لاين بتاع الفك العلوي دي الاوربيكيولاريس اورس مصل، اوربيكيولاريس اورس مصل. طب افرض العلامة اتحطت خط عند اخر 3 سنات، خط عند اخر 3 سنات باكسينيتور مصل. يبقى تاني ال3 عضلات، لو العلامة دايرة كاملة حوالين الأوربت أوربيكيولاريس أوكيولاي، لو العلامة في نص الفك العلوي أوربيكيولاريس أوريس، لو العلامة عند آخر 3 سنات اترسم خط باكسينيتور مصل. طيب القرش ده، العظمة دي اسمها عظمة المجزلة. القرش اللي ماسك في عظمة المجزلة اسمه زيجوماتيك قرش. افرض العلامة جت على اللور بوردر بتاع الزيجوماتيك قرش. لو العلامة على اللور بوردر بتاع الزيجوماتيك قرش دي تبقى مسيطر مصل، مسيطر مصل، ويبقى المسيطر دي العضلة رقم 4. افرض العلامة جت على العظمة اللي انا هلف حواليها دلوقتي، العظمة دي كلها، لو العلامة جت على العظمة اهي اللي فوق الزيجوماتيك قرش دي اسمها تيمبورال بون، يبقى العضلة اللي عليها اسمها تيمبوراليس مصل، ويبقى التيمبوراليس مصل دي العضلة الخامسة. تعالوا نجيب العضلة الستة والسبعة. العضلة الستة، العظمة اللي ورا المجزلة دي اللي أنا ماشي عليها دلوقتي دي اسمها لاترال تريوجويد بليت. لو اللاترال تريوجويد بليت اتعلم من بره زي العلامة اللي انا ماشي عليها دلوقتي دي تبقى اللاترال تريوجويد مصل، انما لو اللاترال تريوجويد بليت اتعلم من جوه دي تبقى الميديال تريوجويد مصل. يبقى نفس العظمة، لو اللاترال تريوجويد اتعلم من بره دي تبقى اللاترال تريوجويد مصل، لو اللاترال تريوجويد بليت اتعلم من جوه دي تبقى الميديال تريوجويد مصل. ويبقى كده معايا 7 عضلات. تعالوا نجيب العضلة رقم 8 و9، دي قناة السمع الخارجية اللي اسمها اكسترنال اوديتوري ميتس. يبقى العظمة اللي وراها
اسمها مصطية بروسس. لو حطينا علامة على الأوتر سيرفس بتاع المصطية بروسس دي تبقى الاسترنو مصطويد. استرنو مصطويد. انما لو العلامة اتحطت على الانر سيرفيس بتاع المصطويد بروسيس، شايفين يا جماعة على الانر سيرفيس بتاع المصطويد بروسيس بيبقى فيه نوتش اسمها دايجستريك نوتش، لو اتحطت هنا دي تبقى البوستيريور بيلي اوف داي جاستريك. بوستيريور بيلي اوف داي جاستريك. يبقى الماستويد من بره استرنو ماستويد، الماستويد من جوه بوستيريور بيلي اوف داي جاستريك. نجيب العضلة رقم 10. انا قلت من شوية لو اترسم خط عند اخر 3 سنات دي تبقى الباكسينيتور مصل. طب افرض اتحطت علامة زي النقطة عند اخر سنة، نقطة اترسمت عند اخر سنة دي تبقى الميديال تريوجويد مصل. ميديال تريوجويد مصل. يبقى لو خط عند اخر 3 سنات باكسينيتور، لو نقطة عند اخر سنة دي تبقى الميديال تريوجويد مصل، وتبقى دي العضلة رقم 10. تعالوا نجيب العضلة رقم 11 و12. العظمة اللي ورا دي اسمها اوكسيبيتال بون، عليها كالكوعة اسمها اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. اهي الخط اللي بيكمل مع البروتيوبرانس اهو اسمه سيبيريور نيوكال لاين. سيبيريور نيوكال لاين. السيبيريور نيوكال لاين ده لو الميديال بارت اتعلم دي تبقى ترابيزيوس، لو اللاترال بارت اتعلم دي تبقى ستيرنوماستويد، ونادرا لما بيجوا. يبقى انا بحدد خط عند نفس الليفل بتاع البروتيوبرانس، هذا الخط اسمه سيبيريور نيوكال لاين، لو الميديال بارت بتاع الخط اتعلم دي ترابيزيوس، لو اللاترال بارت بتاع الخط اتعلم ده يبقى استرنو ماستويد. كده يبقى احنا استعرضنا 12 عضلة هم اللي هندخل بيهم الامتحان الجاي ان شاء الله. تعالوا نجيبهم بسرعة. اوربيكولاريس اوكيولاي في نص الابر جو، اوربيكولاريس اوريس خط عند اخر 3 سنات باكسينيتور، نقطة عند آخر سنة ميديال تريوجويد، اللور بوردر بتاع الزيجوماتيك متعلم مسيطر، العظمة اللي فوق الزيجوماتيك اللي اسمها تيمبورال متعلمة تيمبوراليس، العلامة على اللاترال تريوجويد بليت من بره لاترال تريوجويد، على اللاترال تريوجويد بليت من جوه دي الميديال تريوجويد، على الماستويد بروسيس من بره استرنو ماستويد، على الماستويد بروسيس من جوه بوستيريور بيلي اوف داي جاستريك. بنحدد الخط
اللي مع الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، لو الميديال بارت بتاع الخط اتعلم تبقى ترابيزيوس، لو اللاترال بارت بتاع الخط اتعلم تبقى استرنو ماستويد. كده ده اول سؤال ممكن يجي لي في الامتحان، يجيب لي عضلتين والعضلات سهلة، ويجيب لي مثلا باكسينيتور مع تيمبوراليس، يجيب لي مثلا ماسيتر مع اوربيكولاريس اوكيولاي، يجيبني استرنو ماستويد مع لاترال تريوجويد وهكذا. يبقى ضروري اعرف ال 12 مصل اللي عاملين اتاتشمنت للعظم. ادي حاجة. بعد كده لازم يجي لي في الامتحان فورامين. اول فورامين عندنا، ودول ما بيجوش بقى في الامتحان، دول للشفوي بس، الفورامين اللي فوق الاوربت اسمها سوبرا اوربيتال فورامين، الفورامين اللي تحت الاوربت انفرا اوربيتال فورامين. العظمه دي اسمها عظمه الزيجوماتيك. الفورامين اللي على سطح عظمة الزيجوماتيك يعني ناحية الفيس اسمها زيجوماتيكو فيشيال فورامين. أول فورامين تجيلي في الامتحان هبص على الأوربت جوه خالص، هلاقي دايرة وجنبها شب، أنا هحط العصاية في الدايرة وتشوفوا الشق جنبها، العصاية جوه الدايرة اهي، هشيل العصاية من الدايرة وهحطها في الشق اللي جنب الدايرة اهي، الشق اللي فيه العصاية دلوقتي دوت السبيريور اوربيتال فيشر، والدايرة اللي فيها العصاية دلوقتي دي اسمها اوبتيك كانال. يبقى ببص في الاوربت جوه خالص، الدايرة اسمها اوبتيك كانال اهي، والشق اللي جنبيها اللي ما فيهوش العصاية دوت يبقى سيبيريور اوربيتال فيشر. ادي منظر للاتنين مع بعض اهم، الدايرة تبقى اوبتيك كانال والشق يبقى سيبيريور اوربيتال فيشر. طب ما دام ده السيبيريور اوربيتال فيشر يبقى اكيد في انفيريور اوربيتال فيشر. الانفيريور اوربيتال فيشر بيبقى على الفلور بتاع الاوربت وناحية اللاترال، هو اللي انا حاطط فيه العصاية دلوقتي، اللي في العصاية دلوقتي الشق اللي في الفلور وموجود على اللاترال هو ده اللي اسمه inferior orbital fissure اهو. يبقى دوت الانفيريور اوربيتال فيشر اهو، واللي موجودين جوه السبيريور اوربيتال فيشر والاوبتيك ايه كانال. يبقى أول ثلاث فتحات منظر أهو للسبيريور أوربيتال فيشر أهو، على الفلور وناحية اللاتر. يبقى كده معايا ثلاثة، معايا أوبتيك كانال ومعايا سبيريور أوربيتال فيشر جنبيها وعلى الفلور وناحية اللاترال، ده الانفيريور أوربيتال فيشر. حلو قوي. الفورامين اللي ممكن تجيلي كمان لا اما على البيز بتاع الاسقل، تعالوا نشوف. ادي البيز نمرة واحد، لازم اشتغل بالطريقة دي، بحدد عظمة اهي اللي انا عمال اخبط عليها، العظمة اللي أنا بخبط عليها دي اسمها بترسبون.
بترسبون. العصاية دلوقتي اهي دخلت في فرامن. هسأل نفسي سؤال، الفرامن دي موجودة ميديال للبترس ولا لاترال؟ قصاد عينيا الفرامن ميديال للبترس، يبقى دي اسمها فورامين لسرم. فورامين لسرم، ايه شرط الفورامين لسرم؟ انها تكون ميديال لعظمة البترس. بعد كده هروح لاترال للعظمة. اول اتنين فورامينا بيبقوا لازقين في بعض تماما، واحدة كبيرة وقدام بيضاوية في الشكل اسمها فورامين اوفال، ولازق فيها واحدة رفيعة اهي اسمها فورامين سباينوزم. نادرا ما السباينوزم دي بتيجي في الامتحان. يبقى الاوفال اهي وجنبيها الرفيعة دي اسمها فورامين سباينوزم. بكمل، الفورامين اللي فيها العصاية دلوقتي دي فورامين على سطح عظمة البترس. الفورامين اللي على سطح عظمة البترس اسمها كاروتة فورامين أو كاروتة كنل. كاروتة فورامين أو كاروتة كنل. ورا الكاروتة كنل مباشرة فورامين أهي اسمها جاجولار فورامين. كل دي جاجولار، كل دي جاجولار. يبقى الجاجولار الفورامين الكبيرة اللي موجودة ورا الكاروتة فورامين. يبقى تاني يا جماعة الفورامين بسرعة، عظمة البترس اهي، يبقى ميديال للبترس اهي، يبقى دي اللاسرم. لاترال للبترس ادي الاوفال، ورا الاوفال على طول سباينوزم، بعد السباينوزم وعلى السيرفس بتاع البترس دي الكاروتيد، ورا الكاروتيد اهي دي جاجولار فورامين. يبقى انا في البيز دورت على كام فورامين؟ على ثلاثة، على خمسة، مش كده وبس. طبعا اكبر فورامين في الجمجمة اهي اسمها فورامين ماجنم. على كل ناحية من الفورامين ماجنم موجود قنديل اهو اسمه اوكسيبيتال قنديل. الاوكسيبيتال قنديل ده عنده فورامين هدخل فيها العصاية دلوقتي اهي. الفورامين اللي ريليتد للقنديل بندخل سلك ونربطه حوالين القنديل. عايز تسميها انتيريور قنديولار فورامين ماشي، عايز تسميها هايبوجلوسال كانال ماشي. يبقى الانتيريور قنديولار هي هياها الهايبوجلوسال. الانتيريور كوندايولر هي هياها الهايبوجلوسال، واوعى تتلخبط بينها وبين الجاجولر، اوعى تتلخبط بينها وبين الجاجولر. الجاجولر لا، السلك ما بيلفش حوالين الكوندايل، انما لو السلك لف حوالين الكوندايل دي تبقى الفورامين اللي اسمها anterior condylar foramen او هايبوجلوسال
إنما الجاجولار أهي كانت ورا الفورامين اللي اسمها كاروتت. حاجة كمان عايز أعرف، العظمة اللي موجودة قدام الفورامين ماجنم اسمها بازولار بارتو اوف اوكسيبيتال بون. البازولار بارتو اوف اوكسيبيتال بون عليه تيوبركل اهو. التيوبركل ده اسمه فارنجيال تيوبركل. الفارنجيال تيوبركل ده بيوصل ليه اسمه فارنجيال تيوبركل؟ لأن الفارنكس بيوصل لغاية هنا. عضلات الفارنكس اللي اسمها كونستريكتورس ماسل بتوصل لغاية هذا التيوبركل، عشان كده ده اسمه فارنجيال تيوبركل. نفس الفورامينا من بره انا عايز اشوفها من جوه، من قلب الكرينيال كافيتي نفسه. نمرة واحد، العظمة دي كلها اسمها عظمة البترس. بصوا بقى يا جماعة، عظمة البترس كبرت ازاي من جوه؟ عظمة البترس كبيرة من السطح الداخلي او الكرينيال كافيتي. العصاية دلوقتي تعتبر جوه فورامين ميديال لعظمة البترس. طب ما احنا لسه متفقين اللي موجودة ميديال لعظمة البترس اسمها فورامين لاسرم، انما بقية الفورامينا بتبقى لاترال لعظمة البترس. هروح لاترالي، أول فورامين هلاقيها أهي، أول فورامين هلاقيها أهي، دي اسمها فورامين روتاندم، ما كانتش بتظهر من بره. يبقى الأول فورامين موست أنتيريوري اسمها فورامين روتاندم أهي، أهي. تمام، بعد الفورامين روتاندم ادي الفورامين اوفال، وبعد الفورامين اوفال اللي لازقه فيها على طول دي تبقى الفورامين سباينوزا. الكاروتيد ما بتظهرش من جوه، انما الفورامين اللي تحت عظمة البترس دي اسمها جاجولار فورامين، جاجولار فورامين اهي. يبقى ايه الفرق ما بين الفورامينا من بره ومن جوه؟ من بره الكاروتيد بتظهر انها بتظهرش من جوه، الروتاندم بتظهر من جوه وما بتظهرش من بره. يبقى شفنا الفورامينا من جوه ومن بره زائد الآتي. احنا اتفقنا ان العظمة دي اسمها عظمة البترس. شايفين الفورامين دي لا يمكن تتلخبط مع اي حاجة تانية. الفورامين دي موجودة على البوستيريور سيرفيس بتاع البترس. الفورامين اللي موجودة على البوستيريور سيرفيس بتاع البترس اسمها انترنال اوديتوري ميتس، قناة السمع الداخلية او انترنال اوديتوري ميتس. يبقى اول سؤال يجي في السكال يجي ماسل اتاتشمنت، تاني سؤال يجي في السكال يجي واحدة من الفورامينا الاوفال سباينو كاروتيد جاجولار روتاندم
الهايبوجلوسال، الجاجولار، الفورامين اللي في البوستيريور بتاع البترس اللي اسمها انترنال اوديتوري ميتس. عظمة الجمجمة ممكن يجي فيها اسماء بعض عظمة ازاي؟ نمرة واحد، العظمة دي اللي موجودة في الميد لاين وموجودة انتيريوري اسمها كريستا جلي. كريستا جلي العظمة اللي انا ماشي عليها دلوقتي اسمها ليسر وينج اوف سفينويد. ليسر وينج اوف سفينويد، شايفين الفورامين اللي جنب الليسر وينج بتاع السفينويد يا جماعة؟ دي اسمها اوبتيك كانال. اللي جنب الليسر وينج على طول دي اسمها اوبتيك كانال اللي احنا شفناها من جوه اهي. انا هسيب العصايه زي ما هي اهي، طلعت من الكانال اللي احنا متفقين عليها قبل كده اللي اسمها ايه يا جماعه؟ اوبتيك كانال اهي. يبقى العظمه الكيرفت اللي انا ماشي عليها دلوقتي اسمها ليسر وينج اوف سفينويد. ليسر وينج اوف سفينويد اهي. ايه كمان ممكن يجيلي؟ اسم عظمة البترس نفسها اهي. ممكن يجيلي الحتة اللي بارزة على عظمة البترس اللي اسمها أركوت إيمينانس. أركوت إيمينانس، أركوت إيمينانس أهي. ممكن تيجي الفصة بتاعة البيتيوتري جلاند اللي اسمها بيتيوتري جلاند فصة أو هايبوفيزيا الفصة أو سلة تورشيكا. دي الفصة اللي بيقعد فيها البيتيوتري أهي. ممكن تيجي لي عظمة زي دي، العظمة دي اللي اسمها فومر. العظمة دي اللي اسمها فومر اهي. ممكن يجي لي ايه كمان؟ احنا اتفقنا ان القرش ده اسمه زيجوماتيك قرش. ممكن لو اترسم حرف اتش كابيتال فوق الزيجوماتيك قرش، ادي ضلع وادي ضلع وادي الوصلة اللي بين الضلعين دي على بعضها حرف اتش كابيتال اسمها تريون. اسمها تريون. يبقى حرف اتش الكابيتال ده اسمه تريون اهو، وبيترسم فوق العظمة اللي اسمها زيجوماتيك قرش. ايه كمان ممكن يجيلي؟ ممكن يجيلي عضلة، ممكن يجيلي فورامين، ممكن يجيلي اسم عظمة، ممكن يجيلي واحدة من الكرينيال فينوس ساينسس اهي. لو العلامة اتحطت على الليسر وينج اوف سفينويد ديت الساينس اللي اسمها سفينو بارايتال ساينس. سفينو بارايتال ساينس لو العلامة اتحطت على الابر بوردر
بتاع عظمة البترس، لو على الأبر بوردر بتاع عظمة البترس ديت سيبيريور بتروزال ساينس، سيبيريور بتروزال ساينس. لو العلامة اتحطت على السلقس اللي موجود ميديال للبترس بون دي انفيريور بتروزال ساينس، انفيريور بتروزال ساينس. لو العلامة اتحطت في السلقس اللي موجود على البيز بتاعة عظمة البترس دي السيجمويد ساينس، السيجمويد ساينس اهي. كمل انت بقى من السيجمويد هتلاقي سلقس بيمشي بالعرض، السلقس اللي بيمشي بالعرض بعد السيجمويد دوت اسمه ترانسفيرس ساينس، ترانسفيرس ساينس. ممكن يجي لي ايه كمان؟ الخط اللي في نص عظمة الاوكسيبيتال اللي اسمه انترنال اوكسيبيتال كريست، الانترنال اوكسيبيتال كريست ده بيمسك فيه الفالكس سيريبيلاي، فالكس سيريبيلاي. ممكن نحط علامة على العظمة دي اهي، الحتة دي اسمها بازولار بارت اوف اوكسيبيتال بون او اسمها كلايفس، كلايفس، وبيقعد عليها ساينس اسمها بازولار ساينس. يبقى العظمه دي اسمها بازولار بارت اوف اوكسيبيتال بون او كلايفس، وبيقعد عليها ساينس اسمها بازولار ساينس. هندخل الامتحان بالجزء ده في الاسقل.